لا ده برلمان ولا دي نواب ولا دي حكومة في بلد الكائن. برلمان ايه اللي ما سمعناش عن استجواب واحد حصل فيه زي ما قال النايب احمد طنطاوي؟ استجواب واحد، ويوم ما فكروا 4 ولا 5 سنين ما عملوش استجواب واحد يا ظلمة، ولما فكروا يعملوا استجواب واحد مع وزير ساب لهم البرلمان ومشي. في مجلس النواب حصلت مشادة بين وكيل المجلس النائب سليمان وهدان ووزير التجارة والصناعة دكتور عمرو نصار، وده بسبب طلب إحاطة. ساب البرلمان يا ما تستجوبوني وبعدين ما برضو حاجة تفلق يعني. خمس سنين ما استجوبتش حد ليه؟ أنت تشعر فعلا إنك واقع من قعر القفة، ناقص إيد ولا رجل، يعني أقل من أقرانك. لما تيجي أنت تحط العطا عليا دونا عن أمة كل الناس، برلمان واحد، برلمان واحد ما اتعرضتش عليه أخطر اتفاقية، لا أخطر من تيران وصنافير بتاعت المية لحد دلوقتي، بتاعت سد النهضة. فأنت أول ما يقول لك كده تقول له وادي قهوتكم. برلمان ايه يا عم انسى. مشاهد عار العبرية اسمع العبرية، طبعا كل الناس عارفة دلوقتي ان مين العبرية. العبرية قالت لك اول مرة نشوف استجواب في البرلمان المصري. العبرية يعني لما العبرية تنشر كده، العبرية اعرف الوضع عامل ازاي. قد تكون من المرات القليلة جدا التي يمارس فيها البرلمان المصري صلاحياته في مواجهة المسؤولين، حيث تقدم النائب سليمان وهدان وكيل مجلس. هو لسه عيلة وهدان بتطلع ناس للبرلمان؟ نعم انها عائلة عريقة في خدمة الوطن والمواطنين. طيب، حيث تقدم النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب بطلب احاطة لوزير التجارة والصناعة بشأن منح افضلية لبعض الشركات المستوردة في الاستحواذ على ماركات تجارية بعينها وعدم الموافقة لباقي المستوردين. انا احساسي الهامستر اللي بايت عندي بيقول لي ان النائب سليمان وهدان، وليس كل الظن اثم، خد بالك، النائب سليمان وهدان بيعمل كده تمهيدا لان الجيش يقلع كل المستوردين دول بعد الخناقه دي وهيستحوذ على كل الماركات التجاريه هو، والنائب سليمان وهدان بس بيطلع الخناقه دي للعلن عشان ايه؟ يقولك شفتوا بقى لما بنسيبكم كمدنيين احنا هنخلي الماركات التجاريه يعني دار المشاه تاخد زارة مثلا يعني، ها، ودار المدفعيه تاخد لاكوست، ودار الامداد والتموين دي غلبانة هنديها بيربري. يعني تبقى دايما تمهيدة فرشة تعريضية كده. لما يبقى ده الاستجواب الوحيد لازم الكلاب تلعب في صدرك مش الفران. البرلمان المصري مشاهد عار في احقر برلمان في تاريخ الامة. العسكريين من الجيش او من الشرطة رواتبهم ومعاشاتهم زادت اكتر من 11 مرة. مش قال لك انك انت فقير قوي؟ لا، يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي. للمرة 11 عبد الفتاح السيسي يقرر رفع رواتب ومعاشات العسكريين من الجيش والشرطة في نوفمبر عام 2013 بعد تخليهم عن الدكتور محمد مرسي. السيسي يقرر زيادة رواتب ضباط الحرس الجمهورية 2000 جنيه. وفي يوليو عام 2014 قرر رفع الرواتب العسكرية 10%، وفي ديسمبر عام 2015 زيادة تقدر 5% على الرواتب وتعديل الحد الأقصى للعسكريين. أيضا في يونيو عام 2015 زيادة الأجور العسكرية 10% بدون حد أدنى أو أقصى. وفي مارس عام 2016 تم منح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين وأيضا السابقين بالقوات المسلحة. وفي منتصف عام 2016 زيادة تقدر 10% على رواتب العسكريين. وفي يونيو عام 2017 زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%. وفي مطلع يونيو عام 2018 زيادة المعاشات العسكرية 15%.
وفي يونيو عام 2019 زيادة لمعاشات العسكريين بمقدار 15% من أصل رواتبهم، زيادة في المعاشات والتأمينات العسكرية وصلت إلى 80%، وفي نوفمبر عام 2019 زيادة معاشات الشرطة لمواجهة ارتفاع الأسعار. مشاهد المحزنة التي تحدث في الوطن العربي المنكوب للمرة اللي مش عارف كام، ده بجد مش مبالغة، مش عارف كام نشيد جيش الاحتلال لإسرائيل المزعومة يعزف في الإمارات العربية المتحدة متزامنا في نفس توقيت اللي بيرتقي فيه أكتر من 34 شهيد من غزة. الإمارات كانت بتعزف سلام جيش الاحتلال، 34 شهيد. شد الوطن لدولة إسرائيل هتكفى الأمل، يعزف أبو ظبي بعد فوز الإسرائيلي ألون لفايف بالميدالية الذهبية في بطولة الجوجيتسو. الله، يعني قعدت فترة طويلة في الرياضة بالألعاب اللي بتدخل بها الإمارات إسرائيل. تمام، تغلب لفايف على رياضي من دولة الإمارات في النهائي، كل الاحترام على الميدالية. دي لحظة نشيد الوطني لجيش الاحتلال للمرة محدش يعرف عددها في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. لسه الوتيرة سريعة جدا، لسه من فترة قريبة وزيرة الثقافة لإسرائيل المزعومة كانت في زيارة وعزف في طبعا تقريبا عندهم يعني عندهم مرض اسمه عزف السلام الوطني لجيش الاحتلال. عزف السلام الوطني أيضا مع زيارة وزيرة الثقافة لجيش الاحتلال. وفي وسط ما الإمارات الشقيقة استقبلت المحتلين بتلك المشاهد، طلاب جامعة هارفارد في أمريكا استقبلوا القنصل بتاع إسرائيل المزعومة بالولايات المتحدة الأمريكية بهذا المشهد. سبحان ربك. Thank you so much. I am very glad to be Harvard. شفت الطلبة في أمريكا منتهى التحضر والهدوء، قال لك أقدم لكم المخفي، كله خرج. شوف المقارنة، كله خرج. ليه؟ لأنهم مسلمين، إنهم عرب، إنهم بني آدمين. بني آدمين، البني آدم الطبيعي لا يمكن يقبل هذا العار، هذا الخزي، هذا الظلم، هذا القتل، هذا الاستيطان لا يمكن يكون مقبول، لا يمكن. الإمارات كانت بتعزف النشيد الإسرائيلي، إسرائيل المزعومة، في الوقت اللي معاذ العمارنة الصحفي فقد واحدة من عينيه بعد ما جيش الاحتلال أطلق عليها الرصاص في عينيه، عشان تعرف ضرب على العينين جاي منين، مين اللي معلمه لدكهم. أطلق عليه الرصاص في عينيه أثناء تغطيته هو ومجموعة من الصحفيين والمصورين لمجموعة من المواطنين بيصلوا الجمعة في بلدة سوريف شمال غرب الخليل احتجاجا على مصادرة أراضيهم. للأسف الإمارات بترفع العلم في الوقت اللي كان معاذ بيصاب فيه في عينيه. في عينه. عاز. ترويم ما تروسيم. نتاليس أنا تيجي شو بدك؟ إلا خمس بوشاتي. نتالي تبي؟ إلا خمس بوشاتي. تبي؟ أنا تيجي شو بدك؟
مرات كان بتعزف النشيد ومعاذ بيفقد عينيه و34 شهيد بإذن ربك بيرتقوا في غزة. اسمع معاذ قال ايه عن هذه المنحة. عن صحفي الضرب عشان عاوز اسمع بيقول ايه عن صحفي الضرب عشان عايز يصور الحقيقة. انا في الميدان اكثر من 10 ايام، ما فيش يوم ما في استهداف للصحفيين بشكل خاص، في اطلاق رصاص، في يعني احنا مش فاهمين شو بدهم. يعني احنا بنكون ورا الجيش بيجوا علينا يكاتلونا ويطردوا فينا. مظبوط، اي محل بتروح عليه الا بيتم اطلاق النار عليك. لم يكتفي بهذا، اعتدى على وقفة تضامنية مع معاذ في بيت لحم. للكون محميين، والصحافة كل الكون محميين، والصحافة كل الكون محميين، والصحافة كل الكون محميين. يا أحفاد الأحفاد النازيين، جرايمكم سجالين ديون. كلنا معاذ الميدان. ما تخافي ما تخافي، حاليا يعني قوات الاحتلال تقوم باطلاق قنابل الغاز على الصحفيين. للاسف الاصابات وصلت للصحفيين المشاركين في الوقفه اللي بتتضامن مع معاذ. في عندنا مصابين عند كبة رحيل، في مصابين بشظايا من قنابل صوت. مين معه اسعاف يا شباب؟ هل في شيء بارد؟ جايين هلا بوصل الاسعاف. فيش حدا فلت، فيش حدا فلت يا صحفي. وين؟ صحصحت؟ خدمات. لا يمكن ربك يسيب الصورة مظلمة تماما، لا يمكن تكون كل المنطقة ركعة، لازم يكون في مشاهد مقاومة، لا يمكن يكون في ليل لما يكون في نور، لا يمكن يكون في ناس منبطحة وبيعة وخاينة من غير ما يكونوا في أشراف. دي سنة ربك في الكون. مع التأكيد إن حكمة ربنا إن أكثر الناس لا يعلمون لا يؤمنون. الله غالب. واحنا بنشوف المشاهد دي رسائل امن الدوله جم امبارح من بعض المواطنين في مصر قبل المغرب البيت، واعلمك ان انا وبناتي فقط من يعيش بعيد يعيش بهذا البيت. كنت وقتها في زياره لزوجي في ليمان المنيا والبنات وحديهم، وصادف ان كانت عمتهم معاهم لحد ما رجع، وطلبوا البطاقه ورقم التليفون. بيدوروا على بيوت أهالي المعتقلين، لأن مش بس أنا وكمان أسر أخرى في محافظات أخرى. إلى أين يصل هذا الفجور؟ رسالة أخرى برضو اتبعتت لي عن ناس مختفين قصريهم بقالهم 4 شهور. رحمة عبد الله عبد الحكيم، تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة إخفائها قصريا هي وزوجها للشهر الرابع على التوالي منذ اعتقالهم من منزلهم بمدينة النور بمحافظة الجيزة يوم 11 يناير الماضي. يا نهار أبيض، 4 شهور، 10 شهور، حسبنا الله ونعم الوكيل. للأسف مشاهد حزينة. نشيد لإسرائيل المزعومة يعزف في الإمارات في وقت كانت تقصف فيه غزة، اللي فيه واحدة من أسرها أسر
فقدت 8 أفراد في دير البلح بغزة قبل ساعات من إعلان التهدئة. عيلة السواركة اللي اتقصف بيتهم بالطائرات الصهيونية. Come on, come on.